عودة ياسمين صبري لأبوه شيمت وظهورها سوية يشعل السوشيال ميديا. تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لرجل الأعمال أحمد أبوه شيمت برفقة ياسمين صبري وعليها تعليق: الحمد لله رجعوا بالسلامة صرفوا كتير والله، ممن أثارت حالة من الجدل بين الجمهور. متسائلين عن حقيقة الأمر، فكشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أبوه شيمة أنه لا يعلم مدى صحة تلك الأقاويل المتداولة، ولكن كل ما يعلمه مؤخرا أنه بالفعل تم الانفصال واتفقا سويا أن يظلوا أصدقاء، مؤكدا أن الفنانة ياسمين صبري حصلت على كافة حقوقها الشرعية.